احنا عم نحاول قد ما فينا نكون عم نساعد البشرة تكون خالية من الحبوب للبشرة الدهنية. مفعول هيدا الماسك كتير مهم، مختلطة هيدود المشاكل من الأصل منشيلها ناشفة. انتو صرتوا بتعرفوني، انا هلأ صار لازم اعرفكم. مرحبا يا حلوين، انا ديما. مين منا ما بحب يجي وقت المدرسة او الجامعة وتكون بشرته بتعقد ما فيها ولا حبة؟ اكيد كلنا. هيدا الفيديو هو رد على كومنت زهرة اللي طلبت فيه انه نعمل ماسكات للاعتناء بالبشرة قبل المدرسة وتسريحات. فيا زهرة احضري هيدا الفيديو، صبايا كلكم ركزوا معي بهيدا الفيديو لانه حنعطيكم ماسكات ونصايح، وزميل تيارة حتهتم بالتسريحات. فاكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة جمال وكي لتحضروا الفيديو اللي بدها تنزلوا زميل تيارة، وتضغطوا زر الجرس لتحضروا كل الفيديوز اللي عم ننزلهم. وهلا خلينا نبلش. صبايا حبلش اعطيكم الروتين اللي لازم تعتمدوه قبل باربع اسابيع. شو الخطوات اللي بدنا نبلش فيها قبل باربع اسابيع من اهتمام بالبشره؟ اول شيء حاولوا ابتعدوا عن مشتقات الحليب، لانه مشتقات الحليب بيعملوا لنا احمرار بالبوج اوقات وبريك اوتس. فلما نحن نخفف من استهلاكهم هذا الشيء حيعطي نقاء للبشره اكثر ويخفوا الحبوب، يعني حيساعدوا الماسك اللي بدنا نطبقه بعد شوي انه يعمل شغله على اكمل وجه. ثاني نقطة صبايا، خلينا ناكل خضرة وفواكه كتير. ليه؟ لانه بيعطوا ترطيب للبشرة، وفواكه والخضرة فيهم كلوروفيل. الكلوروفيل كتير بيساعد البشرة انها تكون نضرة، يعني نحن عم نحاول قد ما فينا نكون عم نساعد البشرة انها تبلش من قبل باربع اسابيع تكون خالية من الحبوب. ونقطة كتير مهمة وبضلني اذكرها بكل الفيديوز اللي بعملكم اياها، انه لازم نشرب مي. المي كتير 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 مفيدة للبشرة، اكتر ما انتم متوقعين. حتى بالقليلة لازم تشربوا 2 لتر بالنهار. المي كتير بتساعدنا انها ترطب لنا الوجه، الشعر، وحتى الشفاف. بشوفي كتير صبايا عندهم جفاف بمنطقة الشفاف وحتى على الشفاف، فإذا بتكتروا شرب مي وبتشربوا الكمية اللي لازمة ما حتواجهوا هيدا الشيء. ونقطة كتير مهمة بخصوص المي، جاي وقت المدرسة والجامعة، يعني حيصير في عنا نحن درس وقت ندرس أو وقتها نسهر، والسهر بيعملنا تعب تحت العين وانتفاخ وسواد. فإذا بنشرب نحن مي هيدول المشاكل من الأصل منشيلها. هلا قبل بثلاث أسابيع من بدء الجامعة أو المدرسة لازم نعمل تقشير بعد ما وصلنا على الماسك، لأنه التقشير كتير مهم ليساعد الماسك يعطي المفعول المناسب والبشرة أنها تمتص. تقشير البشرة كتير مهم لأنه بشلنا الخلايا الميتة، ولما نحن نشيل الخلايا الميتة حيصير في مجال لسكين جديدة، والبشرة أنها بتتنفس والمسام بتصغر، يعني تخيلوا قد الفوائد. وبلاس هذا المقشر مكونين بس وكتير سهل الاستخدام. أول مكون نحن بحاجة له للمقشر شو أقولكن هو؟ اوكي السكر، فيكون خشن وفيكون ناعم، نحن بحاجه لملعقه كبيره. ثاني مكون نحن بحاجه له اي زيت بتحبوه على البشره، فيكون زيت جوز الهند، زيت زيتون. هلا انا بحب كثير زيت اللوز الحلو على البشره، فنحن بحاجه لملعقه صغيره. هلا نخلطهم مع بعض، حاخلطهم على السريع. حناخد كميه هلا نطبق شوي شوي على المحل اللي نحن بدنا اياه، يعني انا هلا بدي اطبق على الشفاف. اول شيء بحركات خفيفة نعمل لمدة 3 دقايق. صبايا أنا هلأ بعدني تارك المقشر ما خلصت، حبلش مد على البشرة من هون. تعملوا وشكن كله عمدة 3 دقايق وتكون إيدكن كتير خفيفة. من بعد ما نكون عملنا تقشير للوجه منشيل المقشر بمي دافية، هاي أول نقطة. تاني نقطة منحط تلجي على البشرة كلها، أنا عملت هالستبس وحطيت مرطب كمان، لأنه منحط التلجي لنسكر المسام ومنحط مرطب على البشرة. وصلنا لقبل بأسبوعين من الجامعة أو المدرسة، هون صار وقت الماسك. ما في كتير مكونات وكل المكونات موجودين بالبيت، حتتفاجئوا شو المكونات، بس مفعول هيدا الماسك كتير مهم للبشرة الدهنية المختلطة الناشفة أو الجافة، البشرة العادية، كل انواع البشرة، لانه شغلته هيدا الماسك يعطي ترطيب، يبيض لنا البشرة ويخفف انه يطلع لنا حبوب لحدود انه كمان يمنع انه يطلع لنا حبوب. بدنا اكثر من هيك قبل الجامعة او المدرسة؟ اكيد لا. اول مكون واللي هو المكون الاساسي بهيدي الخلطة هو جزر. وثاني مكون لهيدي الخلطة هي بيضة، بس مش كل البيضة حنستعملها هلا بتعرفوا. المكون الثالث هو الحليب.
اول شغله صبايا بدنا نعملها بدنا نجيب وعاء فاضي، والجزر اللي فرجيتكم اياهم بالاول بدنا نسلقهم. نحن بحاجه لنص جزره صغيره، بنكون سلقناها وبنحطها وبنهرسها بقلب الوعاء. صبايا النتيجه بدها تطلع معكم هيك. ليه حطينا جزر نحن بقلب هذا الماسك؟ لانه في بقلبه مضادات للاكسده وكمان فيتامين جي اللي بيساعده ان البشره تكون مشرقه ونقيه. صار وقت نحط البيضه. اي بارت حنستعمله قولكم؟ الصفار ام البياض؟ صفار البيضة حنستعمله هالمرة بقلب هيدا الماسك. استعملنا صفار البيض بهيدا الماسك لأنه صفار البيض بخلص البشرة من البكتيريا والجراثيم، فنحنا ما حيطلع لنا بريك أوتس على الوجه. وكمان نقطة مهمة لأصحاب البشرة اللي عندهم مسام مفتحة على البشرة، بطمنكم صفار البيض حيصغر المسام بالوجه. هلأ صار وقت الجد والمهمة الصعبة. زميلتي حتحمل لي الوعاء لأنه نحنا بدنا نكسر البيضة، نشيل منها البياض بالأول ونخلي الصفار لنحطه بالماسك. عن جد هذا شكلهم المهضوم. هلأ بدنا نزيد لقلهم الحليب، بدنا نحط ملعقة صغيرة وبس. صار وقت إنه نخلط هيدول المكونات كلهم ليطلعوا معنا مزيج متماسك. هيدا الماسك إذا انتبهتوا حيكون شوي ماسي، يعني أكيد حوقع حالي. فأول ستيب بدنا نعمله بدنا نحط هيد باند ونزيح الشعر عن الوجه. هلأ أمنت إنه ما حيجي على شعري ماسك، بس كمان كرمال ما أنزع تيابي نعم ححط منشفة هيك. في بيض بقلب الماسك، يعني تخيلوا قدي مهم لبشرتي عم بعمله وعم باخد الاحتياطات كلها. هلأ صار وقت تطبيق الماسك، تأكدنا البشرة نظيفة وبدنا نحط الماسك. فرشاية لتطبيق الماسكات ويلا. طبقنا الماسك على كل البشرة وهلأ صار لازم نتركه 15 دقيقة. بهيدا الوقت خبروني انتو شو احسن او احلى مادة بتحبوها بوقت المدرسة. انا كنت حب تاريخ، كل شي حفظ كنت حبه. انتو حطولي بالتعليقات شو المادة المفضلة عندكم بالجامعة او بالمدرسة. هلأ خلينا ننطر 15 دقيقة. نحنا شلنا الماسك وانا بعترف تطبيقه ما كان سهل، بس النتيجة بتعقد. يعني هلا كيف حاسة؟ هلا وجهي قدام مشدود. قبل باسبوع من الجامعة او المدرسة شو لازم نعمل؟ كل اللي قلتلكن اياه بدكن تعيدوه، اوكي؟ لا توصل لوقت المدرسة والجامعة. بس نحنا قبل باسبوع واحد لازم هذا المرأة شو بنعمل فيه؟ لازم نزيد الشعر الزائد على الوجه، اوكي؟ بأي طريقة، في عالم بتحب الخيط، في عالم بتحب الملقط، في عالم حتى بتستعمل الواكس، أي طريقة أنتو بتناسبكم، شيل الشعر الزايد. أنا عاملة فيديو عن الخيط، فيكن تشيله فوق الشفاف وكمان الحواجب فيه. بس أنا كتير بحب الملقط لأنه بيلقط الشعرة وحدة وحدة. صبايا من بعد ما كنت علمتكم كل الخطوات اللي لازم تعملوها قبل بأربع أسابيع من المدرسة أو الجامعة، لازم تتأيدوا فيهم، ما تنسوا ولا وحدة وبتمشوا فيهم خطوة خطوة. كمان شغلة، قبل بوقت الجامعة والمدرسة حاولوا ابتعدوا إنكم تجربوا أي منتج جديد، بلكي وجهكن عامل أي رياكشن عكسية أو طلع لكم حبوب. ونحنا كنا عم نعمل كل هالستبس تنتفاديهم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو وكل النصايح اللي اعطيناكم إياهن. حطولي بخانة التعليقات إذا حبيتوا الماسكات اللي قلتلكن عنها، المقشر، وكمان حطولي أنتوا بأي صف، لأنه أنا عبالي كتير اتعرف عليكن، أنتوا صرتوا بتعرفوني، أنا هلأ صار لازم أعرفكن. واللي بالجامعة كمان حطولي بأي اختصاص أنتوا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناة جمالوكي وتضغطوا زر الجرس لتكونوا أول مين عم يحضر الفيديوز، وأكيد لايك وفولو وشير على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز وتنزلوا تطبيق جمالوكي. وأنا بشوفكم بغير فيديوز. باي.